ازيكم عاملين ايه؟ انت شايفه حاجه؟ شايفه. طب اقفل الازاز. استنى تعالي هنا شويه. انا طالعه، انا بتكلم في قناتي. انا طالعه. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. صباح عسل وصباح سكر وصباح وهنا. بصوا النهارده يوم مختلف ويوم غريب بصراحه. علي مش موجود معانا. انا نفسي اجيب وش. فاحنا طفشنا من البيت بصراحه. وش انا اكذب؟ انا لا ما اكذبش. فاحنا طفشنا، قلنا علي مشى فخلاص احنا يعني هنقعد. لا احنا قلنا نطفش. فانا والثلاثه دول قلنا نعمل بقى يوم غريب مريب. مش هنطبخ، مش هنعمل اي حاجه، احنا هننتخ. يس. فاخدت العيال الغلابه دول. النهارده الخميس فطبيعي اللي احنا النهارده الاربع. هو اهبل واحد وش والله النهارده الاربع. والله مش الخميس. لا ونعم، بس احنا هنعيش واكنه الخميس عشان ما حدش يزعل. احنا هنجيب نفسي اجيب وشي انا يجي في الفيديو. انا رجعت من الشمس. ماشي. فالمهم احنا قلنا ايه بقى؟ اخدت العيال دي الغلابه ونروح نجيب اكل جاهز وندلع نفسنا. ندلع بس ما حدش يقول لعلي حاجه. بص احنا النهارده هناكل عدس. ايوه. المهم بقى ايه؟ فانا طلبت اكل جاهز بيتعمل. بجد؟ ايوه النعمه. طلبت حاجات بسيطه يعني. مخططه لكل حاجه. مخططه لكل حاجه. بص انا مخططه للهروب. زي ما يكون مسدسي بابا يمشي. بابا لسه عسلنا. انا مخططه للهروب من اول ما علي كان بيقفل باب الشقه. اول ما يقفل باب الشقه قلت بس هوبا فرصتي وانا مش هعوضها بصراحه. فبعت جبت بقى ايه؟ طلبت يا خبر اسود. المهم بعد ما وصلنا ومشينا حد بكتور لقينا ان امير نسى الشواحن. فقال كده التليفون. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ امير هينزل هو يجيب الشواحن ويطلع ونروح المطعم نجيب الاكل ونروح نقعد في شقه راس البر ناكل ونخربها ونخربها عراي نادين. ونادين سرقت الهدوم بتاعتي. لما انزل هوريه لكم. لا هو بتاع نادين اساسا بس انا كنت سارقها. خد المفتاح بس بسرعه. مفتاح حاجه عايزاها من هناك تاني؟ لا باب الشواحن بس. كان كلها عشان اوريها لهم. يلا يا امير امشي بسرعه. بس امير عد حداد اثنين. وهنصيع النهارده وهنجيب كنافه. الكنافه نافه وهندلع نفسينا دلع. انا مشفقه على علي بعد ما يشوف هذا الفيديو. انا مشفقه على نفسي انا بعد ما اشوف هذا الفيديو. من دايما بتسمعوا اي حد. ايه البي باي باي. يلا اضغطي لايك وتعالي نشوف احنا هنعمل ايه دلوقتي. احنا في طريقنا وماما بتجري. هدي ماما شويه. ما عادش وقت والدنيا زحمه. نفسي اجي ما عادش وقت والدنيا زحمه جدا. والسواقه بتاعت قبل الفطار دي اللي انا بحبها ولا هي بتحبني. بينا وبين بعض عداوه. ممكن ناخد حصه دلوقتي بسبب جري ماما على فكره. ما عادش وقت. عايزين نروح بقى. اطلع بس على طياره صبر. رساله الى اهالي دمياط. اي حد دلوقتي انا معديه من تحت بيته ياخدني يعزمنا. احنا غلابه والنعم. حالات محشي. اي اكله. طيب لا احنا جبنا الاكل اهو. جبنا الاكل بقى وريحه الاكل كمان. اللهم اني صايم. اللهم اني صايم. بس اخدت فلوس زياده مش عارفين ليه. هنكتشف مع بعض. هنكتشف لما نروح الاكل. اوراني. ده حقيقه يعني. يلا نقفل. وانا عايز عدي يجيب لي عصير. انا بلف دلوقتي على عصير. على فكره يا الوقت قاعده تديك. روح عند المطر. هنروح المطر ده زحمه موت يا بنتي. ما عادش وقت. عايز اقول لكم ان الساعه 6 يعني لازم اطير. يعني حتى الفطار مش هنلحقه. لا هنلحقه ان شاء الله. مش عايز تقول حاجه؟ لا انتي هبلة يا بنتي. شايفين يا جماعه الزحمه؟ مش عارفه جبال. الطريق واقف اساسا هنا وهنا. بيمشي سنتي بسنتي سنتي بسنتي. كان نفسي قال ايه انتخ واتدلع. انا كنت قعدت في بيتي اكرملي. اكرملي كان زمان الوادي فاتحه المروحه وقاعده ايه حاطه الاكل وقاعده قدام العصير بقى اللي انا عاملاه. فين عصير؟ ومفيش عصير كمان. والطريق واقف واللي موقف الطريق المرور. كمية يعني مرور. والله المرور كتير اكتر من العربيات اللي ماشيه. اهي شفتوا معدي من حواليه. طب يدينا فرصه نمشي. مرور دمياط هيجي ياخدك الصبح. والله رساله الى مرور دمياط. ادينا فرصه نمشي. ادي يا ماما. ادينا فرصه. وسع المقوي. بصي عربيه عدت ودي الثانيه. والله اوعي تجيبي نمى العربيه عشان بصي بقى العربيات قد ايه. بصي الطريق واقف اساسا. الطريق واقف. مش باينه في بنمشي سنتي ونقف سنتي ونقف. احنا هنتسحر هنا. مش هنفتح. هنتسحر. مش الاكل اهو. نفتح ونعمل في العربيه. ايه رايك؟ فكرني بفيلم محمد هنيدي لما ولدت في الاشاره.
بقى لنا العربيه دي يلا عديتهم كلهم عديك. بص ماما سايقه كام؟ بصوا انا اتاخر الحمد لله لحقنا لسه المغرب ما زينش الحمد لله. كنت انا جايبه فراخ، تعالوا بصوا انزلوا، جايبه فراخ، فراخ مشويه بقى ايه ستايل بقكم. بصوا الفراخ عامله ازاي عشان بتسوق. المغرب اذن. المفاجاه بقى ان احنا جينا، مين اجى ورانا؟ مين اجى ورانا؟ يعني معرفناش ورانا ورانا. انا اصلا كنت جايب، مش انا كنت جايبه الاكل ده ليه؟ اه طبعا اهو حصل. المغرب اذن، يلا بسرعه يلا يلا يا اولاد طلعي. هي دي فرح حاجه ودي فرح حاجه. وراكي لو سمحت قولي لهم الاوبشن بتاعي. الله اكبر. بصوا يا اولاد الفراخ دي غير الفراخ دي، انا عايزه اجرب دي بصراحه. اهو ادي الترابيزه دي، مفيش الأكل. للأسف بقى بعد ما احنا عملنا الفطار وجهزنا الفطار تعبت شويتين تلاتة كده، ف يعني رحت المستشفى بقى. وبعد ما رحت المستشفى ما صورت لكم حاجة، صورت لكم حتة وانا في المستشفى، وكملت لكم تاني يوم بقى. قمت الصبح رحت اشتريت حاجات وعملت تحدي خير، الحمد لله ان هي عدت على خير. ماما دلوقتي يا جماعة تعبانة قوي، دولها احنا في المستشفى. واقعة صغيرة هتبقى حلوة، ميجراش واقعة صغيرة اتقرصت وهتعدي ان شاء الله. انا حلوة يا رب. ايه يا رب تبقى حلوة. حاجة بسيطة مش عارفة يعني ايه ذبحة، بس هي ذبحة. حطوني علاج تتوبها، حاجات هنا حاجات في البتاع دي كده يعني. مش عارفه في صوت ولا لا، قولوا اللي انا قلته كده. اولها بقى هي كشفت وعملت رسم قلب ويطلع عندها ذبحة. مش عارفه يعني ايه والله ولا انا. المهم يعني ما قعدتوا علاج يدوبوها، فقعدها بقالي زمان قوي. ان شاء الله خير. بصوا بقى ايه، قلت لما اجيب الرز والمكرونه والحاجه من هنا اللي انا اوزعها، بس انا قلت انا اجيب لي نفسي ايه بقى، ما انا ما عنديش كده، اجيب شويه شوكولاتات. الشوكولاتات هنا شكلها يجوع. بصوا الشوكولاتات شكلها تحفه تحفه. بصوا اجيب حبه من كل حاجه كده بعد الفطار. يعني ايه بعد الفطار بقى؟ حد جاي لي احط له شويه شوكولاتات، حبه حاجات من دي. انتوا عارفين الحاجات دي اللي العيال بيحبوها واللي اخوك كبار والله بيحبوها. يلا فين انت النزار؟ فاكرين الشوكولاته اللي كانت بتاعت زمان؟ هو عادي التشكيله عادي ولا؟ ماشي انا اعمل اللي انا عاوزاه، انا هنا اعمل اللي انا عاوزاه عشان تعرفوا ان انا صارفه ومكلفه. جايبه سبيكه الذهب اهو، سبيكه الذهب. شوفوا الذهب بكام وانا جايبه ناكله عشان تعرفوا. بس قلت حبه ايوه، هحط حبه من الحبتين اللي قدامك دول بقى. بصوا جبت ايه كمان، بصوا جبت ايه. هتقولي يا رشوه المكسرات اللي عندي اكلتيها كلها؟ والله اكلتها محني. والله محني. والله ما انا لوحدي، والله ده انا بقعد اسندي فيهم بالعدد. واهو بصوا اهو، بس حلوه قوي كده. ماشي يلا يا عم عادي تاخرني عشان اقول لكم انا عملنا ايه النهارده. في نص بقى من شعبان انا رحت وفوت وبقيت كويسه الحمد لله، فقلت اما اقول لكم تحدي الخير النهارده لام عيسه، ربنا يبارك لها ويرحم ابوها ويخلي لها جوزها واولادها وامها. عملنا شنطه كده تحدي خير فيها عباره عن كيلو رز، لوبيا، مكرونه، سمنه، صلصه، تمر بلبن كل سنه وانتم طيبين، عدس، الفراخ فين؟ الفراخ فراخ فراخ. انت فتحتيها ده انت قطعتيها؟ لا خلاص طلع النبي. لا مش دي الثانيه، دي اول. الثانيه اول. فراخ مطلع فرخه. طب ما طلعت فرخه. بدك يا مدة بالثانية. انا
ايوه دي. طب خلاص انا هفتح انا. تعالى يا علي بقى امسك، سيب الكاميرا محطوطه وتعالى ايه ساعدني ونحط الفرخه كده بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي، يلا سلموا وصلي على النبي. ايه رايكم بقى؟ شفتوا نشوه لما بتبقى بصحتها بصحتها معينه موخنه مونخه مونخه كاني قاعده مفستكه كده في جنب. نسمي بالله ونصلي على النبي. بصوا انا قمت تاني يوم بقى لما لقيتني بيت كويسه، قلت لازم نعمل تحدي خير، فانا ومعيسه ربنا يا رب يبارك لها وينولها لنفسها فيها ويرحم او باباها ويرزقها بالسعاده وراحه البال يا رب. شاركنا بعض وقلنا نعمل في العشرة الاواخر من رمضان، اول يوم النهارده في العشرة الاواخر من رمضان قلنا نعمل التحدي ده. هي معيسة من الامارات، ربنا يا رب يبارك لها وتكون يا رب في خير عليها يا رب. المهم بقى انا عملت الكيسة دي اللي هي فيها مكرونة ورز وفيها فراخ وفيها عدس وفيها تمر وفيها سمنة وفيها صلصة وفيها كل ما تشتهي الانفس لأسرة. قلت فرح أسرة بدل ما نفرح يومي وجب فرد فرد، لان فرح أسرة اربع افراد، عيلة وولاد وبيت ورز وحاجات وسمنة وفراخ وحاجات من دي، وقعدنا كده نشارك كلنا. وكان يوم اصلا مليان، كان اخواتي واللمة كلهم كانوا جايين عشان يطمنوا عليا لما عرفوا ان انا تعبانة، ففضل عالي واخواتي واخواته يساعدونا وعملنا التحدي الخير. والحمد لله انا حبيت اختم لكم الفيديو بالحتة دي ليه؟ عشان اطمنكم عليا، ما سيبلكوش ان انا كنت تعبانة بس واقفه الفيديو افضل قلقان الناس عليا، لكن الحمد لله أزمة عادية كده عابرة وعدت على خير، وربنا يا رب ما يجيبش حاجة وحشة، وإن شاء الله إن شاء الله الأيام اللي جاية هتبقى أحسن. قلت كده إيه أفرحكم بتحدي خير، بدل ما أنا عكننتكم بتعبي قلت أفرحكم بتحدي خير. كل سنة وأنتم طيبين وربنا يعود عليكم الأيام بسعادة وفرحة وهنا يا رب، ولا يحرم حد من صحته ولا يحرم حد من لمتكم. كل سنة وأنتم طيبين، إن شاء الله نكتر بقى كده العشر أواخر بقى من رمضان، نكتر بينهم بقى بالأعمال والصدقات والزكاة والذكاء الذكاء ما علينا يعني، وكل اعمال خير. كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الايام بخير. يلا تصبحوا على خير واستنونا بقى فيديو. انا عامله على فكره 50 شنطه ل 50 اسره، 50 شنطه ل 50 اسره إيه، الحمد لله فرحنا بيها 50 اسره، وان شاء الله ان شاء الله الايام اللي جايه كتير وهنعمل حاجات كتير. ربنا يا رب يكرمكم ويبارك لكم يا رب. وبس خلاص، يلا كل سنه وانتم طيبين، تصبحوا على خير، باي باي.